السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوات استخراج بطاقة تموينية عبر بوابة مصر الرقمية، خليكم معانا لما نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلها كل جديد. تتيح بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومن هذه الخدمات التموين، والتي تتيح لك استخراج بطاقة تموين أو بدل تالف وبدل فاقد عبر الإنترنت وأنت في منزلك، حاجة كويسة جدا. وتوضح السطور التالية خطوات استخراج بطاقة تموينية عبر الإنترنت بواسطة بوابة مصر الرقمية. ادخل على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط، انشئ حساب على بوابة مصر الرقمية بواسطة بيانات بطاقة الرقم القومي وهاتفك المحمول. ترسل لك رسالة نصية إلى هاتفك المحمول بكود لتفعيل الحساب. انشئ رقم السري الخاص بحسابك على بوابة مصر الرقمية. افتح حسابك على بوابة مصر الرقمية. اختر الخدمة التموينية لتفعيل وتشغيل الخدمة. افتح حسابك على بوابة مصر الرقمية. اختر الخدمات التموينية. اختر اصدار بطاقة تموينية جديدة. املأ استمارة البيانات التي ستظهر امامك. سدد قيمة الرسوم بواسطة البطاقة البنكية 18.50 جنيه. شامل تكلفة التوصيل او تخصم من قيمة الدعم في اول عملية صرف باستخدام البطاقة. استلم بطاقتك عبر البريد في العنوان المسجل على حسابك ببوابة مصر الرقمية. يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال أيقونة طلباتي الموجودة بالأعلى، والتي توضح موقف طلبك ما إذا كان في مرحلة تأكيد البيانات أو طباعة الكارت وصولا إلى المرحلة النهائية وهي التسليم وتفعيل البطاقة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.